للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي التونسي وائل الونيفي. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك وشكرا على الدعوة. العفو، مرحبا. إذن بداية ضعنا في صورة ما يجري في ذكرى ثورة الكرامة اليوم وما خصوصيتها. هو اليوم الحقيقة يعني يمثل مناسبة دعت إليه الأحزاب السياسية للتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، وكل طرف سياسي له أسبابه في الدعوة لهذه التظاهرات. هناك شق مساند لقرارات رئيس الجمهورية يتظاهر، خلينا دعنا نقول أنه في وضع احتفالي بشارع الحبيب بورقيبة، وهناك أحزاب سياسية دعت للاحتجاج والتظاهر، وهي بحد ذاتها منقسمة إلى طرفين: طرف حركة النهضة وحلفائها البرلمانيين الذين منذ الوهلة الأولى رافضون لقرارات 25 جويلية، وهناك أطراف أخرى ترفض أنها تتظاهر صفا لصف مع حركة النهضة، اختارت زاوية أخرى من الشارع التونسي للتظاهر والاحتجاجات على قرارات 25 جويلية. إذن هناك أحزاب سياسية تعارض قرارات 25 جويلية لكنها غير متفاهمة فيما بينها، وبالتالي هم منقسمون إلى اثنين. هذه الصورة العامة اليوم موجودة في تونس بمناسبة إحياء ذكرى 17 من ديسمبر 2011، وهو كما تعلمون أقره رئيس الجمهورية عيدا للثورة بدلا من يوم 14 جانفي. طيب، إذن ماذا عن دعوات التظاهر اليوم؟ ذكرتم أنه كان في انقسامات، حدثنا أكثر حول هذا الموضوع. هو في الحقيقة يعني تعرفون أنه منذ الوهلة الأولى يوم 25 جويلية هناك بعض الأطراف السياسية الممثلة داخل البرلمان، أساسا حركة النهضة وكتلة قلب تونس وائتلاف الكرامة الذين كانوا يقودون تحالف برلماني من الوهلة الأولى كانوا معارضون لقرارات رئاسة الجمهورية. من ثم تطورت الأمور بعد صدور الأمر 117 بتاريخ 22 سبتمبر الذي أرسى نظام صورة مؤقت دعنا نقول من أجل ممارسة السلطة في ظل تعليق أبواب أو أجزاء من الدستور، والتحقت بعد ذلك بعض الأحزاب السياسية الأخرى التي كانت تساند قرارات 25 جويلية لكنها رفضت الأمر الذي صدر عن رئيس الجمهورية والذي اعتبرته إرساء توجهات نحو الدكتاتورية، وهي أحزاب التيار الديمقراطي كما تعلمون وبعض الأحزاب الأخرى اللي هي التكتل من أجل حزب التكتل وحزب تفاق وما إلى ذلك. قاموا بتكتل سياسي من أجل معارضة الأمر 117 الذي اعتبروه يعني توجها من الرئيس نحو الحكم الفردي. طيب، الصحفي التونسي وائل الونيفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات. نبقى